طب يعني ايه سهوله الاجراءات؟ يعني هو ايه يعني الصعب هي في سهوله الإجراء؟ الاجراءات اللي انا مثلا لو باجي بكلم حضرتك اللي انا مثلا ساي مثلا عايزه 100 او 200 تطعيم، فحضرتك بتبعت لي المندوب يجيبه لي في المكان اللي انا فيه، دي كده هتبقى سهله بالنسبه لي. انت عايزه تسهيلات يعني علشان تقدري تكملي. أيوة. توفير وقت مثلا ان انا هسافر، لما انا اسافر انا بنفسي القاهره وانا من اسكندريه، ده فعلا عذاب جدا يعني بصراحه. معلش معلش فصعب قوي عليا. لا هقول لك انا على حاجه. طيب. لو قدرتي اتفضلي. لا 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 قولي. لو قدرتي ان انت توسعي الدايره اللي انت بتشتغلي عليها وتبقى محافظات وتلمي كام. أيوة. لان احنا طبعا ممكن يكون عدد الكلاب والقطط كبير في مصر. ما انا فعلا كده يعني، انا فعلا اللي انا مش اسكندريه بس اللي انا هقف عندها يعني، انا حتى انا قايله اللي انا ان شاء الله باذن الله في المحافظات الثانيه انا نازلاها وهنزل بنفسي مع الناس. يعني بتكون من خلال اللي انا مثلا هقول انا عامله ايفنت زي مثلا هننزل 6 اكتوبر. والناس بقى اللي هي حابه اللي هي هتنزل معانا محبين الحيوانات، واللي مش حابين اللي هم يتقتلوا، مش حابين اللي هم يسموا هينزلوا معانا. انا بس عايزه اقول لحضرتك اليوم بيمشي ازاي. ان احنا طبعا زي ما اتفقنا كل واحد بيوفر التطعيم. حتى على فكره لو مثلا حضرتك نازل معايا جبت التطعيم معاك مش مشكله، هو انا كل المهم بالنسبه لي في الموضوع ده التطعيم يتوفر. حضرتك فاهمني. انا برضو تواصلت هنا مع الشركه بتاعه التطعيمات، بس هي شركه اجنبيه. وهم مشكورين بصراحه ان هم ادوني التطعيم بسعر كويس جدا يوم الحمله، يعني ان هو يكون السعر كويس. تمام. فبيكون معانا المندوب برضو يوم الحمله وهو بيشتروا منه الناس بالتطعيم. وملحوظه بس، انا مش بلم تبرعات من حد. تمام. يعني انا مش باخد من حد اي فلوس. هو اللي بيحب يجيب يا اما بيتواصل مع مندوب مباشره يوم الايفنت، يا اما هو بيجيبه بالطريقه بتاعته. تمام دكتور. بنبتدي بقى ان احنا ان انا ببتدي اعرف الناس اللي بيكونوا في المنطقه نفسهم اهل المنطقه، لان انا حاليا اهل المنطقه هم اللي بيبلغوني باماكن تواجد الكلاب. عشان هم مش بيكونوا عايزين يقتلوها. فييجوا يكلموني، طب احنا عندنا هنا مثلا عصافره في مثلا حوالي 20 كلب يا دكتور، احنا عايزين نطعمهم عشان مش عايزين نقتلهم. تمام. فاحنا بنبتدي ان احنا ننزل المنطقه، اول حاجه اللي احنا الناس اللي هم السكان نفسهم بتوع المنطقه وخاصه الاطفال اهم حاجه طبعا بالنسبه لي. تمام. اللي احنا بنبتدي ان احنا نعرفهم انتوا بتتعاملوا ازاي مع الكلب بتاع الشارع. لان للاسف احنا عندنا هنا في مصر في فقر شويه في التعامل مع ما هو دكتور بصي هو ده دورك بقى ودور طبعا يعني كل الوسائل بقى الاعلاميه وكمان الشباب. أيوة. ان احنا نوعي الناس ونقول لهم يا جماعه نحاول نخلي بالنا حتى لو في مشكله والكلاب دي نتفادى ان هي يجي لها سعار، فاحنا اهو بنعمل حتى لو بمجهودات ذاتيه. فانت بتقدمي الخدمه اهو الحمد لله، وهتلاقي كمان كل الدعم طبعا مننا، وهتلاقي كمان الدعم برضه من اصدقائك. طبعا نورتنا جدا دكتور سمر. لا انا عايزه اقول لك بس يا دكتور سمر ما تقلقيش، احنا كنا وش خير على ناس كتير جدا قلنا. انا بس في حاجه كنت عايزه اقولها لحضرتك. هو حاليا بالنسبه للتطعيم بتاع السعار برضه عشان الناس بتبقى خايفه منه، هو 5 حقن بس لو لا قدر الله. مش 21 زي ما الناس فاكره. لا 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 هم مش 21، هم حقق 5 حقن بس بيتاخدوا في اليوم الزيرو والثالث والسابع وال14 وال28. يعني الزيرو ده اللي هو اول يوم بيتعض فيه لا قدر الله، فهو لازم ضروري لو هو بيتوجه اي مستشفى من المستشفيات الحكوميه اللي بيتواجد فيها الفاكسين. وانا بس برضو من خلال المبادره بتاعتي اللي انا نفسي جدا المستشفيات الحكوميه توفر التطعيم طول الوقت، يعني مش بالنهار بس، لان اغلب المستشفيات بيقول لك من الساعه 9 لغايه الساعه 12. طب ما في ناس بتتعض في نص الليل، فبيبقى لازم ان احنا ننقذ حياتهم. يعني لازم ان هو يكون متوفر الوقت ده اللي هي اول جرعه.